في الأردن أثار إعلان على منصات التواصل حالة من الغضب والسخط الكبيرين بين الأردنيين، والسبب هو ما عرض في الإعلان. الإعلان زي ما شايفين أمامكم بيعرض طفل للتبني. الشخص اللي منزل الإعلان ومو معروف مين هو، قال في البوست أنه الطفل معروض للتبني لأنه مو قادر يصرف عليه ولأنه أهله منفصلين وعمره 1 سنة و8 أشهر. واللي مهتم يتصل على هذا الرقم. يعني فعليا طبعا هذه مأساة، والواحد يعني صعب يعلق على هذا النوع من المآسي أو الأخبار اللي أحيانا بتصدمنا على مواقع التواصل. طيب على العموم الموضوع تفاعل سريعا، والأردنيين قلبوا الدنيا تنديد بالبوست، وآخرين بدأوا يسألوا عن الطفل ووضعه وكيف حتى ممكن يساعدوه. لتخرج مديرية الأمن العام وتتفاعل مع الموضوع بسرعة وتعلن في بيان أنه إدارة حماية الأسرة بلغها أنباء البوست، وأنه فور ورود هذه الأنباء تم تتبعه وتحديد هوية الشخص اللي نشره والتحرك لمكان وجود الطفل، وتم اصطحابه لإدارة حماية الأسرة والاحتفاظ به في إحدى دور الرعاية، وأنه ستتم متابعة حالته اجتماعيا من خلال دراسة شاملة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واللي بتحقق المصلحة الفضلى له. بيان الأمن العام لم يتطرق إن كان هو أو إن كان في أي عواقب تعرض لها والدي الطفل أو الشخص اللي منزل هذا الإعلان.